بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات وفي الأفعال وفي الصفات، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، وعلنا معهم بفضلك يا رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، والمسلمون، الله سبحانه وتعالى يخلق البشر كلهم جميعا، ولكن إن إذا استطاع أن جنى الرين نص تبعا أول سيدة ربي أدفن الأنبياء سيدة ربي تشتس نجن شخصية متميزة يسقان ستعرف معناه يتشتس نجن الصورة وديحنا ورصف ينغنت يتيري المنظر نسن يتيري المظهر نسن قانس نبع ذا يمسر من مارا إني يجينا رين سيدة ربي قوم يخرقي وذا مارا إني يتبعن الأنبياء جينا رين سيدة ربي جاهدا عبدا الله سبحانه وتعالى قانسن إمسرم وهذه نبوشة اسم نغنيت، ولهذا ديانة نغنيت ودمي مغا جنن زان سن قبري ذا، لأنه إن الدين عند الله الإسلام أذب النس قانسن إمسرم ذي مزورة ذي نقورة، هذا لا يهم، إنما البشر مارد إخنينا يكشاسن سيدة رب العالمين إيش نوصيفه مختلفة خين نغني وتجي كيف كيف مشينا وروسي في نين نغني ذي المظهر نسن ذي المنظر نسن غار ذي يستخمل التعقر ما غا لأن الحالة الناس ذي المظهر الناس ذي واور الناس ذي السيرفيس الناس ذي ما مشي السور ذي ما مشي تكمبورت عركي وذان السلوك ذي غاسي الدان يظهر نيشان إلا ذي مسرب ويتق المجهود باش هذي ذور باش هذي ظهرها مني يتقتار سيدي ربي قرس يا ربي وخفي تقس حنا ورا نجن وخفي تقلوصي في ثرومي ورا موداي ورا المشرك ورا الكافر ورا العاصي مش ما يخسر ييري يا ربي الجيش وين نوصي فثن المؤمنين باش غادي يخزان اني واري السين ما ربي قيا عقب خور ذبار الداخل باش غادي نخمني وذان هذا نعقرني الى نشين دي مسرمن أذين أذين غسين تطوين سن سنين أذين غتيقن أذين غعونا أكين غصبان أكين غمونا أذين أكين غجين على من كورخيا أكش روصيفة أمسرم إخسيت أذين استظهاب قايز رذي ثمغا أما ونيش بذن يتقل مجهود النس باش روصيفة النس تظهر أمشينا واحد النظام آه الله يبقي ستار الله يحفظ رزق قايز رذي ثمغاري ونهار سيدي رب العالمين وخسي عز نكتا اني جبدن غاس سنن الانبياء من انت في الوصيف يمسر من انت في الوصيف في النص انت في تدي القران العظيم قانس سيدي ربي ماشي قاني اني خسي عز الوصيف في النص المتميزه قانس عباد الرحمن ايوا عباد الرحمن اني ثاي ما مش تجي في 20 سنه وادام شنو في 20 مغني ما مشي جاي يصنصن وادام شنو يصني مغني ما مشي جاي مشنسن في السين سنه ورنسن عهد نسن العباده من ما جن هنا متميزين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما نجيت ذني تتمرر وصيف النص العارض انت تخيولان اقينت اورم سجلين لكاسه وصيف المؤمنين الصالحين نعم انتفت ذي القرآن وإذا مروا باللغو مروا كرامة ما العهد ما الصبر ما الحلم ما الحياء ما الأدب أم يايزن أم ثم غارين غارك يستمع مالذ غارك يستمع مرقيد غارج ومرقيد أم الزيار وخذي مشينا وخذي مشينا التعقر ديش مشينا تجوا تار يغنبوب مش تار يغنبوب مش نيضن التخزاد دي الزج التعقر ذي المؤمن المسلم بإذن الله تبارك وتعالى الشخصية ومسلم تمسرنت إن شاء الله إخستيري ما مشي قال القرآن الكريم يعود ما مش تغى النبي صلى الله عليه وسلم ذي إني صغال تلاميذ النسي محضان النس لأنه من الجني النهارة
من جن الحواريين يعني يمحضان الأنبياء إني كسني تمونن إس كسنتن سيدا ربي خرقه سنتن باش هذي الخزان دي النور النبي نسن هذي كسين هوار النس جن من دسنينا هذي رين كسيرين دا وحدة دي الجنة من الجنيين نتوغاك الأنبياء أبحن يا روحني من شنوا وغاس نجوا قال جارا روحني ما ريد نغ تخصدني قوا تخصد الشغره و ويدي لي برو الروح قلب وتزيس ايوا ماني وضريني انا وضران الشيء المران مشبه غاسد ويوجينا نغطوسيف انا نغا قاوني غيشبهن غايش نقوم ذا يا زني غطمغات قلب وتزيد رب العالمين في سر حق خاز ذي وذاني صبحن نغلي وذاني عفانا وني عشق نشان نوصف بنادم عفان لا بد غاصيو لا بد كي سي مرقسيني ومن غاتو سين سيني وزعما عشق الوصيف فنك تو عشق الخدمه فنك تو يعجبي كولور نك يعجبي من تجد يعجبي العباده نك يعجبي اخني قسي ربي تاغس اقاي زريت غاري غور اقاي ويد غاكر خثو امو جينا اختي ديورا امو اي جايورا ولهذا الوصيف يمسلمن سي ربي العالمين يا عما زيسنت الكتاب شيا مريج زين غدا مسرم ستيد تني غدا مسرم ستيد غار هذه بدا ذي غا القران مع الاسف مع اللي كم مره نفهم القران غار هذه بدا ذي غا وش هذه توري يخف النس اخ ما يخم ذي في سيف اخ ما يخزا ذي في سيف شادي توري يخف النس ذي القران يجني قاد خفي القران اش تخمي غير يخفينه ما قايدين ما لا لا روسي في ثوالي ثجي لا صيف ثوالو قت جيني ونش والو والو ودان بعض يودان مين دغي يحسب مين دغي يحسب وني قال القران رصيف وايتي فيشت واكي مرقي الله يبقي ست انت رصيف النغنشينا قاين تذايس ذي القران ما مشي خصني يريغ ما ريضنا كذلك امن دو من غي محضان الانبياء ذي محضان نصن كذلك تغينا مني ودي شغال قل عني محضان نصن نقضع الشخصيه الاسلاميه لا ثقيم ذي الصالحين تقيم ذي المؤمنين أتقيم مني ذي المؤمنين الأتباع الأنبياء ذي تقيم الشخصية الإسلامية ظاهرة إن النبي صلى الله عليه وسلم إجان خدوار نس إن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف إن شق رعمان وم ذوم يجند يا رمثنوم أم يجند يا أم أمر عما يجند يا يزن أمر عما يجند يهم غارين أقام سنن جون نغنيت رعماي سن رعما كما رعما يا جبخ رعما إلا زي ماركا النس إنك تسم تمحي بان تيرين مليح مري سني في لا وايد جي زي ماركا النس إنك الله يبقي ستات تمرقان أخمي تمرقاني إفيران تريسينتي تقن تشيس بجارس مري إجد السالب إجد الموجب أمني إن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ان شاء الله المؤمنون يجبدنا باش يديرين دي مسلمين سواء وخر قارض نسن ورا قارض وخيار رض نشيني وصين النبي نغينا نغياض مين تخسم الشث مين تخسم غا قبذ سيد ربي العالمين عبدت قذن توها الا انه الرض مسلمين بنادم مرا غادي يستخزا تعقر دم مسلم خازي مرا وات تعقير الشاغي والداري ثوا الرض ني مرا والداري ثوا الرض ني صعب الحال وعاخا يخص بنادم ما يتزر شا غادي يري يتمشبه يتوضا قاع غادي يستخم دير وصيف تاع ياسين واسي دارو مي وليد مسلم وانيت واسي مين يعنى بينما ما راه غاتخم دا يستعقرد يتفق دي الصباح يتفق دي شوي يتمجحت دي شوي الشريعه نسيدي ربي العالمين نعم ايها المسلمون روصيف النغمة مش ما يسري من قاين تغانغ ذي القرآن قاين تغان النبي ذي نكتوغا كيسي تغيمان إنك سيعيشن قيت الصالحون أم لغا قيمتي إن شاء الله إلى يوم القيامة أنا ماني جاد قيت غان غير عقرعو توري جن زين السن مرميت شبه غا المؤمنين السن مرميت شبه غا يوذن وايد جيش هذ المؤمنين توري جن زقايا زن تمغارين مرمي ما ياض شان معروض نغي قشان خدمث نغي روح شان ماني نغي بدرشان الحالة أسيني الحالة يا خاص يا رضا سيدة ربي تقنت المؤمنين تقنت الصالحين تقنت في مسلم بينما يجي الحاله النغنيت السنه تعوذ وانا اعوذ بالله ايها المسلمون نعم الشين واجدي المظهر وها اغان غدا الشخصيه الاسلاميه قد غانغورا ذي ريم في النغ ذي كواربو النغ غيكش سيدي ربي العالمين كواربو توارد
أثار اسمرا ذي أريم في النس وشي هذا بسرم مين زيد هذا مسرم أول ستر العورة نسر بداية أريم في النسر بداية الصارية مواية زمث مغاث لأن سيد ربي والصينغ خسترة إنن النبي صلى الله عليه وسلم خيار ربي نوم يتسدحى يتحب السترة أربي يتسدحى الله حي ستير يحب الحياء أو الستر إيمان غير النبي صلى الله عليه وسلم بيت سد حق يتعجب بس ويت صانخ في النس أرمي ذور في نادم وخذ يثمتها في النس هذا الحذي جرود وغادي السيادة أرمي في النس هذيك سين جنس أني غادي تهاريخ في النس هذي سوجديخ في النس العبادة يخص هذي ريم ستور الناس تي النبي صلى الله عليه وسلم الناس ويش من هذا خميتي اللي رحمه من نسيت انت هذا النص يتيري وحد سواها الناس يوقع سيدة ربي أو لا أنت غزيست سلحام قبر ما يجزريد وزما بنادم هذيك صار رود قباري يجي ونغني الحمد لله سيدا ربي جنغ نقوا يجي قباري ونغني سوار رود صار انا سيدا ربي سوار رود يمدي نقوا بريا رود الله يبقي ستا اثار سمكينا والحيوان الحمد لله ثاني تيجي نعمه عظيمه وان النبي صلى الله عليه وسلم حافظ خاصهم من النعمه وراضي ثمتها وراضي رحم من يزحلت من يغني. ولهذا المسلم البدن نسي خصه في حظه سيكست موشع الناس سيكست ذي زين يخف الناس ذي عذر يخف الناس ذي سيزدق يخف الناس لأن الريم في النية داخل هذه الشخصية كذلك الريم في النية والصين وصيدة أتنحظى وتنتقصي وتنق وتنطالي الخطر وتنصحرق وسنتقول هذه الحاجة تنحظى صحيح ما مش نجذي الفطرة هالفطرة هالعقل ثمين يكون شرب تنصيدها بي مجال نحظى وينسي وقدر نصن النصوص إن نغقى أقوى شيء فنان شك خرق دذي كيلو ضار ذرنيغ فنان كيلو ناومي دفغض غاد الدنيا رخوض نضاضي خفن كثير ميزان سفغد 80 سفغد 90 إجاون دي سفوغ نكتا إجاون دي سفوغ نقل وش يصيود ناري كيلو ثنان مرة ودي ذا ربي سبحانه وتعالى ودي انت شيء فنان أخميث بني ذي جنقصار ما إيوالي هذا قرن الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه وني غير هذ من الرمثة أتينغ أخص يقضى ني غزي سيسن قصني غتي يظلم سيد رب العالمين في عاقب جن عقوبة طم قرنت الرمث النغ داخله بالشخصية الإسلامية كذلك رعقر النغ رعقر الإسلام رعقر الإنسان المسلم يذذي الشخصية نص لأنه أمسرمي صبحاً مرة مين يعني سن ما أمسرمي شنان مرة وني جند رفقه يخف الناس رفقه يثعو الناس رفقه ويزاي سيجان مرة ذوي الجندة مسترمي صباحا مارة رفقه أجل رفقه ما مش نسنشي النهار وهي يجن 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 تاريكا واضي خيني وايد دي مسترمي الخيرومية لا أبدا نشين مارة الطربة نحفظ القرآن نغواث نحفظ انتو حساب الطربة ميمية نفهم الدين النغ انت جيث على الفهم الحقيقي نسفهم في ثاوة النغ نسر ماذا سنت انت جاية سنت اخس مغان باش اثقين واذا سنت وديري كذلك وندا نغي سقسنا زي سننفع ها قوم مسرمي صبحان مارة واني جان درفقيه يخف الناس درفقيه ثاوة الناس أذرفقه يوذن مرة من السنوان شنو أصلا قابوخ سجتيري ذي العالم ذا مقرن لا ذرفقه نيشا يتجي في مسرائيين غير رفقه يتجي ثنتنتا ما رواي السن فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما رواي السن سيدة ربي قارن سقسة في نيسرين هذا مسكنن هذا مسكنن من غادي هاقا أمسرم شخصيا اسمه مشتراح اكسيتي تزي القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم الصالحين الريم في النغي وشان سيدة ربي باش أتذلي شخصيا غادي سنتهلا رعقر النغ كذلك ثم رعقر النغ إخصانغ أمسرم يجند أمسرم ستيذت أخمي غاي قاس المعرفة أخمي أموني قاس مشان الماكلة تميز زيت الصبح وشا غاس من زيت غيسغ كورا ما وشا ذرح يقار زيت عجيبة الماكلة سمويتيد سمويتيد سمجد زيتيد قد عجبية ولغاية قسم العلم هذه قسم المعرفة زقم سرمن هذه قمر بداية الزخس وذي التوصيف اطلبوا العلم من المهدي إلى اللح من المهدي إلى اللحد طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الله سبحانه وتعالى يقارن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعني آزوث زوث المعرفة العلم قش من زيت كمير شخصية المسلم ولكن نارا مع الأسف وشخصيا أقشتي مسرين داخل سواء ذي العقر نغذي الريم نغذي العلم وهلو يقرس وني السنن من مما يا ربي الزمانينو تفغيخ فينو والسن غوالو من مما رمض غشان ووار تفغيخ فينو العقرينو يقواش ذا نقصيدا مزيانك العلم وهذا صحيح نعم هذا صحيح أيها المسلمون ثم من جملة المقومات الشخصية المسلم
انت واجي قناص رجل اعمال، رجل اعمال، نغ رجل خبره، نغ رجل هندسه، لا، رجل اخلاق فاضله. الانسان المسلم ذيس الادب سبحان، ذيس الاخلاق الطيبه، ذيس الصبر، ذيس الكرم، ذيس العلم، ذيس الحلم، ذيس معاونت ايجابي بوزيتيفو. يعني ما مشي طلق الاسلام الانسان المسلم الاخلاق ذي سجان يعني كريمه جدا فاضله، وتجي يوزغ يفاغ يزريغ يكوح وحرير وخاص يزعم حد الذي تدافر ذي برا تقذ انت يوذان يسقوذ تشكن دايس تركور نزايس خمس نزايس وافتعيري ظن مرعاظنت هذا الحكيم غافت الدافر قند عزاث هذا في الدرن الحالة مرة من بتويذ وفم غافت من غميس هذا من غ وتشي أمو الحالة يمسر من حالة يمسر من بسم الله زيت أروح شكذو مثلا كان مش يغل الإخلاص صدق وجبوشك اخر ثني في عفانين كيور انت حميض هانتي دزايس لان انت يا مسلم باري جباري صفا 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 اموث غنحسب حميض هاد العيب خميض غيظهر عيب ايوا هدا لا ما غاتجي دمو والله يا ودي اقشى ولا يشنان يغلى ابن المي صفا مي زيد داغير خمي غيظهر عيبي وسنين الله يا ودي شتي نحسبيش امو غنسر مقصا ديالي امو ما تجي ما تجي ما يرخو ما غاتجي ماشي يوغين ما يضر شو بريدني ما يروحش العقل ما غاتجي امو اي نعم ايها المسلمون الاخلاق الفاضله الكريمه ذو النية يزيد وسنوم سلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم مجدا غيقا يقرن اقربكم مني مجلسا احاسنكم اخلاقا الرجل يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم بنذم لأن الأخلاق نغو نذا بيلار مقران وعيشو أبيلار نوست توانا ما عمود النذير وسط إذا سيختقني وعيشو خسيت ماسخ الأخلاق نذا غير وحن ولكن ربعاد نيوذان الحمد لله ودي الأبعاد كذا نيوذان كذا نيايزن كذا انت مغارين أعمود النذي وعيشو طفنت من يعني الأخلاق الإسلامية خسيب نوعيشو تعصي دار بالعالمين ما ريم سلمان يدنس نجيد ما دار الأخلاق للإسلام لأنه خسيش نرجع أخسيش نرجع من دوم غيني رجع نسيت وذر الحج أرض درجة الحج أرض درجة الجهاد أرض درجة ونيت زردن دير دواس ونيت زمان دبدا ما يتخسم هذا ورنا وانشينو ورنا فقط كسي خند زي بحات تم قران زي العاص تم قران زي البنك نسي دار بين العلم إذا نغيك شذي الدين إذا نغيك شذي دار بيجن الدين والسمن القاني والسمن الكرم أني ذا يسقع. ولهذا أيها المسلمون الله تبارك وتعالى من ذا نغيسمون اسمون نغذ بناذن ذي الشخصية النص إننا نغ ولقد خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما معنى في أحسن تقويم؟ يعني لقد بناذن خرق ديارين في النس والسمن الخاني وعمس وذين تيرير رمي ذورين العلماء ليس في الامكان ابدع مما كان انشكاغ تغيضا مزيان تغيضا محلاقا في المدرسة سريغ التربق قانت جارسن قانا ساقا والله وذين مش النصيف خازي زيدا غي خرق سيدة ربي وفعلا إذ نصيف في أحسن تقويم ممشي إن مولانا تبارك وتعالى مين دير ذي الرمث النغ ذرع عقر النغ ذرع ماضي نغي الجان نغلا فينا التمسلين يمو شا السعذة أثو متى أياري أزنا في مغارين السعذة منيس خان خيارا نعقر ذا نغي وشا سيدة ربي ذر خيارا نعرمث ذر خيارا نعماي سنهزان كواربو السعذة منيس خان العبادة الطاعة الإيمان بالأخلاق الفاضلة يستغل سيمانا الدنيا يستغليت العمل الصالح باش تيوش هذه فزاز هذه فزاز سميث غيس نخرع النخيا سميث غيس نخرع النرجا اما ونيذي عن الصوره نص ذا الريم ثنس يضيعيت يعماريت صر محرمات يسخدميت ذي المعاصي يسكيت خوز الجيف نيغي بهدريت نيغي ودياري قعر خباي الدين واني تتمش خسي الناس إذا ربي إن ثم رددناه أسفل سافلين ناري في السهوة ذي وسوس يكشي ثيسيا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه مرة يوجينا ذي استغل في مسلينا نخيار ذا سكشيغ يوجينا ذي سيحب السيدة ربي ناريث غافيسيغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
إلا إني جينا الرين سيد ربي استغل النعم ذا سني وشا استغل شخصيا سن إيه العبادة سيد ربي إني قال الله تبارك وتعالى يكشا سن إرخي هذا مقرن. ثم أيها المسلمون الكرام نشي إمسر من يا ريزن تمغارين مفروض خانغ بالسيف خانغ كوري جن زين غي خسر يريق السيد يسن نعمان شك الشمال لا يخسي شتيريد سيد نفسي. ما معنى سيد نفسي؟ يعني واتريد شذي اسم غايخ فنش مين يخس النفس النش دوني غيرين وها إذ خص زيود إذ خص قاقش خص ذبوه رياض خص المعصية زيد تبعيت وها لا شك يخس شتيريد سيد نفسك معناه مين يجن حلال طيب هذا يستوي على حساب العقل مين يجن حرام خص نسبعد وادجي شبنا ايوا لا يوقع يترو ايوا قوايخ ايوا النوم كيس ايوا قوايز ماذا يسمح من تمين يعني الشغل راح نساور ذ المعصية ذ الحرام شن المخدر شن البرا هو قوا ايوا مسكين الله يحسن عون واسي زما ايوا سغاستوا ها سغاستوا روح سغاست الحرام مني لا جري من الخيار هذه السنقص والسن بيمي غياني والسن يعني ذا يصنع غار مصيبه جري السنقص والسن سخير جري راح ما انا غادر حرمني غادي مث لا ابدا لا ايها المسلمون الكرام نشين نفس النغ يخص بنادم واتي تبيع شال هوا نس هذي يريد سيدي هذي يريد نتا السيد واتي نفس السيد هذي يريد لالس رعمان نص انت ثيجة لالس نفس النس مين تخص هذي يريد هذي يريد وها ما غا يوقع نشموي النومة يوقع يمو دي فغيضة يوقع يمو لا يا اخي لابد يخص بنادم هذي يريد سيد نفسه. نعم ثانيا الشين غامر خبايل اخر قناه سيدا بين السيادي سنيوذان كنتم خير امه اخرجت للناس من زيد السيادي سنيوذان اول الناس كان سنا بريد نحق لان بريد نحق واحد السين الا زغانغ الا مراكين دغانغ والله ما نسمع يمدي لا والو حما يجم تخافي ما رواي يجم خو مسلم والله ما غاسما يزغي ما قش ها واحد من زين جان الشين السيادي سنيوذان دي الدنيا ماشا خزات 82 دار خوشا او راه مش قاغ ما مشي دوال الاسلام اما ماش جاني مسرمن شغلني دوش تمارس السني فرد مي غنضيع الوقت شغلني السيدي سنيوذان بوركي انت المعلم نسن انت المرشد نسن اريد في وش عاد غبقى نهار هذه الدنيا معليش اثي وش نشري غيشهد نخ العالمين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لا اله الا الله مشيني غير شهد الخيوذان وا إمن زي غثير سيدي سنيوذان أخويا لا رقبتك ما الشخصية يا غان غيدان ما السلوك النغ ما سرع ريم في النغينصون ما سرع عقل النغ ما سرع 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 ما النغ لا بد خص بنادم يدان دم سرم هذه بينصاي لقثينا ذن غي وش سيدي ربي الأرقام أين ذون النعم ذن تحس بغموي لقى النعم في ناقة كاينة موجودة عظيمة قد جات جا غاي مسلم من واي وذن الدرجة اللي تغينوها سيدي سنيوذا ناعمة سيدي ثم سيدي أمسرم فوس النسمان يجا إني ثايمان ني جو فوسن مرة والله إلى قاري الخضاين وذق الصبور هذا قلش المعلم النوم الصغار غي وذان ما روا ذا يفهم وحنجا طح غاز تجوخ والله تجوخ حماد يفهم والله ماني جو فوسين ومار ذو النوم وادق فوسن سيدة رب العالمين هي وادي قال زهدينا الصراط المستقيم أغشي فسنين وجو ذا يسو يا راي قبريد ما غانت تغزينون واشي تسريني نغوى يعطي خكي من عفوس نغوى يخسني لا انت ان نغى قمر شيء الجن ان يغار باسم حي يزد النغني ان الله ماشي يسمح ونين ان الله ماشي يسمح انت غير خدص انت غير غاقل لان ربي وش نغى عاهد ونغي تان سمح فاس يسمح ما راه نغي تان سمح فاس يسمح ويكش نغى عاهد ان نغني غي تان شسكشو شينا موين ومن يزد واد يوسين تيسنن ما رفوس نغاق فوس سيدي ربي العالمين انت اذا نغي تجوذن الشخصيه يا الاسلاميه تجوذي تباب نسيتي خرقني تجوذي تاك وبريد ماذا سيدرق لا وسيد الدقشا اما راي النفس ريوضا ما راي النعثار اما راي يهرش اما راي النعظب اما راي يوقع الشا كلشي محسوب سيدي ربي انت تغيس جنفان كلشي انت تغيس هذا يسمح لي الذنوب هذا نغي السكامر نوضع هذا نغي يوض هذا نغي غا فقط وتكس فوس انك تقول امس شباوها ما تكش فوس انك سيدي ربي ايوا شبار قال لابد شي السيري غا العز لابد غا الكرم يخني بنادم مرا فوس نسقني سيدي ربي على رقبتكم وغا صبور حق هذه يوث قدمانا سيني الحمد لله سيدي ربي خرقي ذا مسلم ذا المؤمن
يجوغ على حسب ما مشي خصي ربي نغلى وهذا اللي اعتزاز ضم قران بنادم هذا زين سيس اعتز هذه الحمد لله رب العالمين اذا يمجي فوسين وبن سيد ربي قيد جوا ذي نهار جا ذي قد الملك هذا قد جديد ماني غضهاني جدا الدنيا كوريشنز جاي زنت مغارين اريز لاير الملك فمغاد الملك يا سيد ربي العالمين ولكن فوسي خصني يقول سيد ربي هم وينو من الشيط هم يقادين الميختار جولان نيغان جانسن ما راح سنزل الملوك الدنيا مره من كمرن مرسي ربي كارمير نعم مراي اس نجمين والمسلمون الكرام نعم لان امسلم انت الدين يثي سعزن يثي كارمن يقرا سيد ربي العالمين ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. شوف القرآن العظيم واني غايق نفوس نسقون نسيد ربي هذه بعد الكفر هذه بعد الشر هذه نفوس نسقون نسيد ربي قايت بسغونا مقران وايت قطوع مروه اول والله ما ينوي الا القرآن ونيت اول نسيد ربي سبحانه وتعالى سنيوري ما مشي قاوم مسلم ها مسلم يتفوق فوس نسيد ربي العالمين مين يقبذ يقبذ تي وش الملائكة خمي غا يقبح هو لا بد زاي سعى لا ودي جني قذن واني مرة يدرن سن قذ أم يا يزنم ثم غارين في مش نخمي غنا أبو حميد أن غي الملائكة أثني ما سيد رب العالمين توري جنس ندان لي برونس أغاي أم وحلي هو ريا طف رقى لي بروني أثي رقى أسيني وارزم إيواغا إيواغا من تجيد هاقش من زيبنا ذا ما يتكسفوس نسبوني سيد ربي واي زعما ذي فغا بريد واي زعما ذي تغا واي زعما ذي يسمح ذي الجماعة أمسلم واي زما ذي يسمح جاي في ماس لأنه ما يسمح جاي في ماس يقول ذي غاق وغير حديثش وكيف غير جرخيا ومي غير صبار ما نزد غير ويرا جانس وادي خياي في ماس وادي زير عش مياي في ماس زيد شانس زي باريونس زي ثدهنس وتفق سمح ذي الجماعة أتزال من دغثاوي وادي ويذوالو والو والتويد الله ذبوريا ولهذا الله تبارك وتعالى قال غمسر منتا ربدا أقفى كيف مس يوصى الصدار بينس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيها المسلمون الكرام والله العظيم الله سبحانه وتعالى يا رزمان غيش مبريد من خاذم قران دي الدينة إن نغقى كنيو مرمي ما تخسم مرمي ما تخسم تطف ما بريدات قنفوس نوم قلنا نسيد ربي والله سيدي غاش تغفكم ذي الدنيا ثاني مع ذغار وعروها ثاني مغار وعرا وتقوذ وحزن وتخيق إمين غناني إن شاركني وقل الخليفة كني ويغا قل الخلافة ما لواش قيغشي كقمي سيغورو أم إذا نغقى مولانا والتغصي رب العالمين هذه زي إن شاء الله مرقي النغض الشخصية النغض ذوذ من النغض قبار الناس أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.